إذا الساعة تشير إلى 7:30 بتوقيت وهران، ونحن اليوم متواجدون بمقر ملحقة إدارية في الحي في اللوسن التابعة إداريا إلى بلدية بوسفر مع السيد خالفي بشير مندوب الملحقة. سيدي الكريم، ما هي آخر الأجواء؟ اولا نشكر المتطوعين اصحاب السهري سكان القريه شبابها اللي فعلا قدموا لنا يد مساعده كبيره، نشكرهم على الوعي تاعهم اللي من خلاله تمكننا تقريبا يوميا ان نعقموا قريه فلوسن بجميع طرقها بجميع حتى المزارع. نشكر السيد رئيس المسجد الشعبي البلدي على الامكانيات اللي وفرتها لنا. شكرا للجميع، نبه المواطنين بالالتزام بالحجر الصحي ابتداء من 7 مساء الى 7 صباحا. ماذا بيكون الالتزام هنا؟ الالتزام يكون 100% سلامة للاهالينا سكان قرية. سيدي الكريم، في إطار دائما التكفل بالعائلات المعوزة، ما هي آخر التدابير؟ فيما يخص تحدثت على العائلات المعوزة، ذكرنا في هذه اللحظة من الحقيقة عملية جميع المعوزين في انتظار كلمة أو نداء توجهه إلى كل سكان حي اللوسن. الكلمة نعاود نكرر الكلمة لإخواننا في قرية اللوسن، لكل سكان قرية اللوسن، يجب عليكم الالتزام في تدابير الحجر الصحي أي الوجود في منازلكم، ولا تدع الضرورة إلى الخروج أي شخص لشخص يقضي أموره ويرجع للبيت تاعه. سي خالفي بشير، بارك الله فيك على حفاوة الاستقبال، وهذا ما يدل على سعة صدركم للأسرة الإعلامية، لأنك أحد من أعمدة الثقافة في وهران، وسبق وأن تعاملنا كصديقين. نقول شكرا لكم وشكر المجهودات، ونعتذر اليوم لأن اليوم كانت مبرمجة حملة تطهير في قرية اللوسن، إلا أن ظروف وقدرة الله سبحانه وتعالى أبت إلا ذلك. موعدكم في مراسلة أخرى، مراسلكم من وهران رديوي سعيد من مقر الملحقة الإدارية قرية اللوسن بلدية بوسفر وهران.